صباح الخير لجيرار افيديسيون اللي موجود معنا بالاستوديو. اليوم رح نحكي عن معرضه الجديد. اهلا وسهلا فيك بام تي في لايف. اهلا وسهلا فيكم. مرة الماضية كنت عنا اخذت راحتك، طبخت معنا، قضيت النهار معنا. ايه. ما حكينا نتسلى. ما حكينا وقتها فنون كثير. هلا رح نحكي عن معرضك الجديد، ببلش ب 10 سبتمبر بعد بكره بهمسكايين. جاليري هماسكايين برش حمود. ايه. لكن معرض برعاية وزارة الثقافة ووزير الثقافة الأستاذ روني عريجي، لومغ دي زانسيتر، هيدا الكتالوج تبع المعرض. جيرار حب بهالمعرض بركي يسلط الضوء شوي على جذوره، على الثقافة الأرمنية القديمة، فمن الصور بلشت عملك، ما هيك؟ ليك أنا بضل بفكر إنه نحن جينا من وين ولوين رايحين، هيدا أهم شيء. بكل شعوب العالم، بكل الحضارات، في هالفكر دايما بيكون حدنا. لهيك سميت المعرض لومبر دي زانسيتر، يعني ظلال الأسلاف بيضلوا حدنا، بيضلوا معنا. نعم. الأسلاف اللي يعني لما بتشوف الصور من نهاية القرن التاسع عشر بداية القرن العشرين، لما كانت الصورة شغلة استثنائية بحياة الناس، يعني كانوا بتجوزوا بيتصوروا، كانوا بيموتوا بيتصوروا، هاي هي. يعني ما كان في سيلفي. لا لا أنا أي سيلفي. 900 صورة بالثانية. لا كانوا بينادوا المصور تيجي على الضياع، وإذا كانوا بالمدن كانوا بيروحوا يا لطيف حفلة طول النهار وبيلبسوا أحلى تيابهم وبيتصوروا، لأن الصورة كانت الطريقة الوحيدة تهن يبقوا يشوفوا حالهم، وبنفس الوقت كانوا يبعثون للقرايب والأصحاب. أنا عندي مجموعة كتير كبيرة من الصور اللي بتحكي عن حياة الأرمن بتركيا قبل المجازر، وبستوحي منهم. يعني بتصور لما بشوف رجل وست عم بتصورين أو خطوبة أو جيزة، وشو حياتهم، مين الناس، من أي ضيعة جايين، ليش لابسين هالتياب، لأنه من التياب دغري بتعرف إني من أي منطقة. بقى أنا بستوحي من هالصور، بجمعهم مع المنمات الأرمنية، الأرمينيان مينيتشورز يعني، وبنفس الوقت بحط باك جراوند، كليم، سجاد، تطريز، كل شيء بخص هالتراث الشعبي اللي بيخلق الحضارة، يعني هي اللغة والتراث ماشيين سوا. نعم. هالصور عندك إيه هون، هل هن صور خاصة فيك بعائلتك أو لا. لقيتهم؟ لا، بجمعهم من كتب ومن الإنترنت. في مجموعات كتير كبيرة من الصور القديمة. أنا عندي صور من لبنان 1880. نعم. لأنه لما بتشوف كيف كانوا بالماضي وكيف صرنا هلأ، بالآخر بتغير الشكل، بس الروح والقلب والفكر قليل يتغيروا، لأنه نحن دايماً منفكر بأسلافنا ومنفكر بمستقبلنا. خلال هالمقابلة عم بيقطع الصور جيرار، صور للوحيتك، لوحات بحجم متوسط لكبير. إيه؟ صور بألوان كتيرة. هلأ الشيء اللي ما منشوفه لأنه ما فينا ندس هاللوحات، كنت عم بتفسر لي انه الميكست ميديا، يعني لوحات دهنت عليها، استعملت الاكريليك، استعملت الباتور الزيت، ولكن كمان وضعت اقمشه على اللوحات. الشخصيات لابسه قماش. نعم. كل اللي بتشوف الشخصيات اللي هون ملزق عليهم قماش حسب تقاليد الايام، يعني انه بتشوف هون مثلا ثلاث محاربين فدائيه ارمن لبسين على الطريقة الكوزاك، معهم بريدهم وسيوفهم، هول بياعين فويكي مثلا من جورجيا بأرمينيا، وكيف كانوا هول بشي بزوك، هول كانوا قتلة بيستأجرون الناس تيقتلوا حدا أو يخوفوا حدا، بقى كانوا بيزينوا حالهم بأحلى شكل مشان يقولوا إنه هن ناجحين. نعم. إنه هن عنده زبائن كتير. بقى الباكراوند تبعه هيدا كمان كليم قديم، وتحت اجريهم كمان كليم ارمني. نعم. هلا كل شيء باك جراوند مرسوم، بس الشخصيه ملزقه على قماش. كيف؟ انه بيخلق جو. هي مثلا كيف عم بتحضر الصوف مشان تعمل سجاده، لابسه احلى تيابها، هون مشهد امومي مثلا،
كيف الأم عم بتردع ابنها وهو مربوط بالتخت تبعه أو أمها أو حماتها مرافقتها. هول مثلاً ستات كبار بالعمر أخصائيين تطريز، لهيك الباكراوند تبعهم هيدا تطريز أرمني معروف كتير. نعم. بقى بيخلق جو هون مثلاً أوركسترا أرمنية قديمة على باكراوند منونوات من الكتب المقدسة، لأنه كانوا بيرسموا كتير بالكتب المقدسة، والأرمن بالقرن الرابع عشر خامس عشر معروفين كتير بهالأسلوب اللي بيزين الكتب المقدسة. عم بتخبرنا أنه هالمنمنمات هالمينياتير موجودة بالباك جراوند، نحن عم نشوفهم كأنه هن جزء، يعني كأنه بالصورة الأمومة مثلا بلوحة الأمومة، ما بعرف إذا هيدي الصورة وراهن أو أنت رسمت فعلا هالشخصيات المقدسة كأنه موجودة وراها من منمنمات هيدي العذراء والمسيح والإنسي. يعني كأنه موجودين فعلا معهم بهالمشهد الأمومي. ليك بدك تاخد بالأساس إنه شو، حتى لو هيدي يعني هالأشياء صارت قبل 100 سنة، شو اللي بيجمعهم مع حضارتهم وثقافتهم؟ المنمنمات، الإيمان، كل شيء بخص الحرف الصناعية وحياتهم اليومية. هالشي بعده موجود عندنا، يعني لما بتشوف كيف الناس عايشين مهما كان أصلا، يعني مش بس الأرمن، بيضلوا مربوطين بالماضي، بيضل في عندهم شيء بحن لسجادة قديمة أو شيء صورة بحطوها، لأنه بيضلوا رابطين حالهم بالماضي. واللي عنده حظ كبير أنه يكون عنده أولاد بيكون عم يحضرهم تيقول لهم هول أسلافكم. نعم. كيف؟ أنه هذا كله مربوط ببعضه. أنا ما بستثني الحاضر، ما فيك تاخد الحاضر بلا الماضي وبلا المستقبل. بعد هيك بالصور باللوحات بتشوف أنه صحيح أنه مستوحي أنا وضع معين للناس، لكن ربطهم مع ثقافتهم مع حضارتهم اللي هي المنمنمات الأرمنية أو الحرف الصناعية، إن كان تطريز أو كليم أو سجاد أو النحت على أحجار الكنيسة، كله هيدا مربوط ببعضه بيخلق حضارة. نعم. الثقافة الأرمنية غنية كتير بالحرف بالأشياء الفنية، وبلبنان في عنا يعني جزء من المجتمع، جزء مهم من أصل أرمني، بس ما بنعرف منيح الفن الأرمني. ليش بنعرف، يعني ليش اللبنانيين من أصل أرمن الموجودين بلبنان بنعرف بالأكل الأرمني، بس ما بنعرف بالفنون وبالسجاد وبالأشياء الحلوة اللي بتعملوها والتطريزات؟ لا ليك، إن في مجهود كتير كبير هلأ. مثلا جاليري هامسكاين فتحت من سنتين وصارت من أهم صالات العرض بلبنان. نعم. هلأ بتعرض كل شيء مش بس أرمن يعني، وبيروحوا على كل المعارض الكبيرة بالعالم وكذا. في حركة كتير كبيرة، في بيت ببش حمود اسمه باتكار عملته ست اسمها مانغاساريان، بتحكي عن التراث الأرمن، بتشوف كيف عم يشتغلوا بالمنول والسجاد، وبتشوفهم كيف اللي عم يطرزوا. هلأ صار في تحرك كتير كبير. نعم. لأنه الناس ما بيعرفوا هويتهم إلا من جذورهم، إلا من أسلافهم. بقى هالشي عم بيرجع هلأ، مش عم بقوة كتير، إن كان بأرمينيا أو ببلاد الغرب بالعالم كله. نعم. خاصة إيه، في عودة للأصول، في عودة طبعاً. فيك تقول أوكي أنا إنسان معاصر، أنا تلفزيون، أنا آيفون، أنا ما بعرف شو، بس بالآخر شو أنت؟ إنسان متعلق بهالتاريخ وبهالجذور وبهال هلا، لانه المجتمع تفرفط. قبل كانوا تحت نفس السقف يعيشوا ثلاث اجيال او إيه. نعم. حتى اربع اجيال. هلا ما بقى نشوفه هيدا. بقى لما انا بلتقي مع اختياريه دغري بصير بحبش، بلك ما عندك صور قديمه كذا، ما بعرف كيف. اكثريه الارمن اللي بتشوفهم بلبنان، يعني نقدر نقول نصهم اجوا من بعد المجازر وكانوا بدار الايتام، ان كان بغزير او غير مطرح. بقى هول ما بيعرفوا أسلافهم، لأنه ربيوا بلا أم وبي بلا جد وجدة، لأنه كلهم اندبحوا. بقى هول خلقوا حالهم وخلقوا مجتمعهم، وهلأ عم يربوا الجيل الثالث. نعم. اللي صحيح أنه مندمج نهائيا مع البلد اللي خلقين فيه،
لكن ما بينسى أصوله، ما بينسى ثقافته، حضارته. بتشوف خصوصا الحركة هلأ بأمريكا شيء مش معقول، بتشوف الأرمني أيام السبت بيروح بياخدوا دروس أرمني، لأنه في كان جيل ما بيحكي أرمني، محافظ على اسمه بس ما بيحكي أرمني. هلأ عندك الجيل الثالث بالويكين بيروح بيتعلموا أرمني، معناته في عودة لهالشي. نفس الشيء عم يصير مع اللبنانيين اللي هاجروا بالستينات والسبعينات، نسيوا يحكوا عربي، هلأ أولادهم عم بيتعلموا يحكوا عربي. إذن الناس تقطع بمراحل وبترجع لأصولها، لأسلافها، لحضارتها ولا لثقافتها. بقى أنا مبسوط كتير لما بعمل هالشغل، بشوف قديش الناس كي عم بيتفاعلوا. صحيح بيتفاعلوا أول لحظة مع الألوان لأنه شغل كتير ملون، ومع الجواهر والقماش والهيدا بيفرحوا، بعدين شوي شوي بيصيروا يفوتوا داخل الموضوع. مثلا لوحة الستات اللي عم يطرزوا، نعم أوكي، هاي صورة حقيقية أنا أخذها من صورة حقيقية، بقرية صغيرة اسمها يرزنجا، والتطريز اللي يرزنجا معروف كتير بأسلوبه، يعني مثل ما بتقول اسكاكين نجزين، يعني انه معروفين كتير، لما بتشوف تطريز من يرزنجا دغري بتعرف. اذا بالنسبة لألي هالستات هن المدرسة، هن اللي ماسكين مفتاح الماضي وعم يعطوه يسلموه للأجيال الجديدة. الحياة هلأ صحيح انه سريعة ومودرن وما بعرف شو، يلا كمبيوتر وتلفزيون وآيفون وما بعرف، كيف ما رحت بدك ترجع للقلب. بدك ترجع للقلب جيرار، بدي لكن لوم دي زونسيت زلال أسلاف بهمز كاين، رح توقف مع نقل مباشر وإن شاء الله نقدر نرجع لك. أوكي. وقفة مع قسم الأخبار. أوكي، مرسي.